عندما تذهب لتناول الطعام في أحد المطاعم الفاخرة تتوقع أن تتلقى مستوى عال من الخدمة، حيث الطعام اللذيذ والأطباق النظيفة والأسعار المناسبة، ولكنك ستصاب بالذهول عندما تعرف أن هناك أشياء مقززة تفعلها بعض المطاعم لتوفير الأموال ولمزيد من الربح. سنعرض لك بعضا من تلك الانتهاكات التي ترتكبها المطاعم لتوفير الأموال. تجميع بقايا الكاتشب. ستصاب بالصدمة عندما تعرف أن بعض المطاعم تقوم بتجميع ما تبقى من زجاجات الكاتشب في زجاجة، ووفقاً لقانون الصحة يجب حفظ التوابل في عبواتها الأصلية لحمايتها من التلوث بدلاً من توزيعها في زجاجات مختلفة غير مناسبة لحفظها، وكل مطعم له طرق مختلفة لمزج الكاتشب ببعضه البعض. استخدام مصطلحات خادعة في قائمة الطعام. كثير من المطاعم تحتوي قوائم الطعام الخاصة بها على أسماء غريبة وخادعة للزبائن، على الرغم من أنها تحتوي على عناصر رخيصة وغير شهية على الإطلاق، ولكن تلجأ العديد من المطاعم إلى هذه الحيلة كي تروج لبعض أطباقها بدلاً من صنع وابتكار أطباق جديدة. تقديم طعام غير طازج. تقديم الطعام بسرعة عامل هام لنجاح المطاعم، ليس فقط لأن الزبائن يتوقعون وصول وجباتهم بسرعة في غضون 12 دقيقة، ولكن كل شيء في المطعم تم وضعه وفقاً لجدول زمني يجب الالتزام به. فهناك الكثير من المطاعم، وليس فقط مطاعم الوجبات السريعة، تقوم بتسخين الطعام الذي تم إعداده مسبقاً في الميكروويف لتقديمه بسرعة. توظيف طاقم غير مؤهل. وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، متوسط راتب الطهاة يصل إلى 22,000 دولار، أي ما يعادل 10 دولار للساعة الواحدة. أما النادل والنادلات فمتوسط أجورهم أقل من 9 دولار للساعة الواحدة. ولكي توفر المطاعم من تكاليفها، تقوم بتوظيف طاقم عمل غير مؤهل بشكل كاف بأجور قليلة جداً للقيام بأعمال مختلفة، منها تقديم الطعام وأعمال التنظيف وغسيل الأطباق. عدم غسل مفارش المائدة. وجدت المطاعم أن غسل المفارش الخاصة بطاولات الطعام قد يكلفهم كثيراً من المال، لذلك لا يقوم بتنظيفها على الإطلاق، وإذا سقطت عليها صلصة أو فتات الطعام يقوم بالتخلص منها بدلاً من إعادة تنظيفها توفيراً للمال. عدم ارتداء قفازات. نظراً لانخفاض الأجور التي يتقاضاها العمال في المطاعم، لذا فهم لا يهتمون بتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية. ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة Food Safety News، وجدت أن 62% من عمال المطاعم يمسكون اللحم غير المطهو بأيديهم دون ارتداء قفازات، ثم يقومون بتقطيع الخضروات دون غسلها. وأشارت الدراسة إلى أن العمال في 40% من المطاعم يجففون أيديهم في مآزرهم. إعادة استخدام الطعام الملقى على الأرض. إذا سقط الطعام على الأرض ولم يمر عليه أكثر من 5 ثوان يتم استخدامه مرة أخرى. هذه قاعدة مشهورة في العديد من المطاعم، ولكننا لا نعتقد أن الأرضيات نظيفة بشكل كاف لتطبيق هذه القاعدة. تقديم الطعام منتهي الصلاحية. لعدم إهدار المال، كثير من المطاعم لا تتخلص من الطعام المتعفن أو منتهي الصلاحية بعد أن كلفهم كثيراً من المال، خاصة وأن هذا الأمر من السهل إخفاؤه على الزبائن، إلا لو تسبب في تسمم أحدهم، فمن الممكن أن يغلق المطعم، ولكن على ما يبدو أن توفير المال بالنسبة لبعض المطاعم أهم من اسم المطعم وسمعته وسلامة الزبائن. تخزين الطعام بطريقة غير صحيحة. يجب تخزين الطعام بطريقة معينة حتى لا تنتقل الجراثيم والبكتيريا من اللحوم إلى باقي الأطعمة. على سبيل المثال، يجب وضع الأطعمة الجافة في الرف العلوي، وحفظ اللحوم والدواجن والألبان والمأكولات البحرية في درجات حرارة معينة. ولكن معظم المطاعم لا تهتم بتلك الأمور، وتحفظ الأطعمة كلها في نفس درجات الحرارة لتوفير الطاقة. الحشرات. الصراصير وكذلك الجرذان وغيرها من الحشرات التي تحاول إدارة المطاعم مكافحتها جاهدة لإبعادهم عن عيون الزبائن على الأقل، مما يكلفها الكثير من الأموال،
أما المطبخ فيحيطه كثير من الغموض، فلا نعلم أي من المخلوقات تعيش فيه وما الذي سقط على الطعام قبل تقديمه. استخدام بقايا الطعام مرة أخرى. إلقاء بقايا الطعام في المطاعم يعتبر إهداراً للمال، لذا تقوم العديد من المطاعم خاصة المطاعم التجارية بإعادة استخدام بقايا الطعام في أطباق أخرى بدلاً من التخلص منها كبقايا الهامبرجر التي توجد على الشواية. الوجبات الخفيفة. هناك مطاعم تحرص على تقديم المقبلات والوجبات الخفيفة مثل المكسرات والكعك المملح، ولكن عليك أن تدرك جيداً أن تلك المطاعم لديها مخزون كبير من تلك المقبلات التي تعيد تقديمها للعديد من الزبائن ولا تقوم بإعدادها بشكل مخصوص.